شكاوى من ابتزاز في بعض مراكز الشرطة، من تجاوزات تحصل، من معاناة للمواطن هي ليست يعني وليدة اللحظة، وإنما تراكم وإهمال عانت من عند هاي المراكز. حتى تكون بصورة وكلامي يسمعوه أيضا إخواني اللي موجودين بوزارة الداخلية. من أول يوم أنا حكيت ويا الأخوة القضاة، قضاة محاكم قوى الأمن الداخلي، وطلبت منهم أنه تجديد العقوبة فيما يخص موضوع الرشوة، وبدينا هذا موضوع الرشوة هو دمار لوزارة الداخلية، وصارت عقوبات وصلت إلى الطرد للضباط والمنتسبين. احنا اكو لجنة، عندنا لجنة مشكلة بموجب تنفيذ تعليمات رقم 1 لسنة 2012. هذه اللجنة تحيل على التقاعد للضباط والمنتسبين اللي الغير منضبطين او اللي ما ملتزمين بالقوانين، مثلها استغلال النفوذ الوظيفي وحتى الرشوة وغيرها. لذلك احنا بدينا كل موضوع رشوة ابتزاز نحيل على التقاعد. نعم، وهذا الموضوع ما نستهل به. احنا نريد ضابط الشرطة ومنتسب الشرطة هو عون المواطن، مو يجي يبتزه بموضوع دعوة بموضوع شكوى. سبب زياراتك المفاجئة الليلية والفجرية لمراكز الشرطة؟ التقارير التوصل والنداءات كلش حلوة، بس الواقع قد يكون مختلف. أنا أروح هناك مو دائما عاقب، أكرم أن أشوف حالة، أشوف زرت أحد الأقسام لقيت مدير القسم والضباط وبدون ما حد يعرف، لأن مباشرة أنا توجهت لهذا المكان لقيتهم كامل متأهبين ومستعدين، وسويت عليهم تعداد أنا بنفسي ومتكاملين، زرت الموقف متكامل، كرمتهم دول هذا القسم. في حين ألقي بموقف آخر أو قسم آخر أو مركز آخر أكو تسيب. طبعا هو الرأس بالتأكيد، إذا ما يصلح الرأس تكون القاعدة صالحة. أعتقد إحنا هذا الأسلوب يعني لازم، يعني أنا نعم أكو وكيل موجود وأكو قائد شرطة وأكو مدير قسم، بس لازم أنا أتدخل بهاي التفاصيل حتى يعني أنطيهم رسالة إنه أكو رقابة موجودة وأكو عقوبة وأكو عقاب وأكو ثواب. يعني هو هذا، هاي الإدارة لازم يحس الشرطي، يحس الضابط إنه من ينجح يثاب ويكافئ، ومن يخطئ او لما يتخاذل بالواجب اكو عقوبه.